السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعاً في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، ولا عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك أسفل الفيديو، ولو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن الزبيب، واللي بيعد من أفضل الفواكه المجففة، وعبارة عن عنب مجفف بأنواع وألوان وأحجام مختلفة. في أنواع من العنب بتحتوي على بذور وأنواع أخرى بدون البذور. الأهم إنه يكون له كمية مرتفعة من السكر بداخل العنب. دايما يكون العنب اللي هو لونه أبيض من أجود أنواع العنب اللي بتستخدم في صناعة الزبيب، لأن السكريات فيه بتكون 90% من وزنه. الزبيب بيستخدم في أطباق منها المالح ومنها الحلو، بيزين به الأرز، وبيستخدم في طبعا في أطباق الحلويات المشهورة، وممكن الزبيب يؤكل ني أو مطبوخ. بيحتوي على مضادات أكسدة وفيتامين سي وفوسفور وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم وحديد ونحاس وألياف. سريعا أقول لحضراتكم بعض الأشياء اللي ممكن نستفادها من أكل الزبيب، سواء إضافته للأطباق أو إن إحنا نأكله يعني بمفرده، وينصح باستخدامه على الريق. في الحالة ديت هناخد الفايدة. بيكافح البكتيريا الضارة اللي ممكن تتسبب في تسوس الأسنان والتهابات اللثة، وده علشان بيحتوي على مضادات الأكسدة، واللي كمان بتعمل على إزالة السموم من الجسم. بيكافح جميع الميكروبات والفيروسات، بيعمل على علاج أمراض الكبد والمرارة، يعمل كمثبت للحمل للسيدة الحامل في بداية الحمل، وبيدي المرأة الحامل الشعور بالطاقة. هو مصدر هام جدا لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط، وهو رائع جدا في علاج الضعف عند الرجال وزيادة الحيوانات المنوية وزيادة نسبة الخصوبة. الزبيب يا جماعة مفيد جدا في تعزيز قوة الذاكرة، وبيحافظ عليها، وبيعمل على تنشيط وظيفة المخ. بيمثل أكثر من 60% من السكر بنوعيه الفركتوز والجلوكوز، ودول مكونات الزبيب. بيمتص الجسم الجلوكوز مباشرة دون أن تعمل العصارة الهضمية على تفكيكه. بينظم معدل ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم، وبيفيد مرضى التهابات الكبد والطحال والتهابات المفاصل والروماتيزم. بيخفف من حدة الإرهاق والتعب والوهن في الجسم. بيعزز من عملية الهضم، وبيعطي الإنسان شعور بالشبع، وده لاحتوائه على الألياف. بيستخدم الزبيب في زيادة الوزن للأشخاص اللي بيعانوا من النحافة. وأكل الزبيب بيعمل على تقوية مناعة جسم الإنسان. بيخفف من حدة العصبية والتوتر، وده لاحتوائه على الحديد والفسفور والبوتاسيوم. دي الفوائد اللي قدمناها لحضراتكم سريعا، هي مختصرة، لكن عشان ما نطولش على حضراتكم بننصح الجميع ان هو دايما يستخدم الزبيب ويخليه في اطباقه اليوميه، ويستخدمه سواء في الاطباق او ان هو ياكله ني ملعقه على ذي، رائعه جدا، هتحقق الفوائد اللي قلناها لحضراتكم. نتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم بالمعلومه. نشكركم على حسن المتابعه. دمتم في امان الله اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.